السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي كتاب أو مقالة أو بنك شمبريان أو أي حاجة وعندي عايز أعمل لها فهرس، تمام؟ فلو أنت مثلا عندك، خلينا نقول له هنا insert، وأقول له هنا أقول له مثلا إيه الفصل الأول، تمام، وأقول له صفحة كمان الفصل التاني، الفصل السادس. دلوقتي بقى عايز اعمل هنا زي فارس. طيب لو انا جيت هنا وعايز اقول له مثلا فارس، تخيل بقى ان انت تكتب الفصل الاول والفصل الثاني، وقدام كل واحده تكتب رقم الصفحه مانيوال، ولو حصل اي تعديل لازم ترجع فوق وتعمل نفس التعديل، بلا بلا بلا، هياخد منك وقت كتير قوي، فاحنا عايزين نوفر وقت. فاروح هنا على ريفرنس واقول له تيبل اوف كونتنت، واقول له ان انا عايز اعمل فارس. بيقول لي ايه؟ هعمل كرييت، تمام، هيقبل اللي هو الهيدنج. طيب بيقول لي ايه؟ مفيش اي حاجه اتحط هنا. جميل جدا، تعال نشوف ليه. طيب هنا هاجي على الفصل الاول دوت واقول له لا، خلي التكست بتاعه هيد 1، ماشي، وخلي ده هيد 1، وخلي ده هيد 1. نرجع بقى للفيرس، اجي هنا واقول له ابديت، راح شافهم كلهم، تمام. لو انت بقى عايز تعدل حاجه بسيطه كده زي ان هو بالعربي وبالانجليزي والحاجات دي كلها، فتقدر تعكسها بالشكل دوت، تمام. طيب في بعض الحاجات مثلا ممكن تكون فصول مثلا بعد الفصل الاول، تحتيها مثلا ايه الباب الثاني او الثالث، او يعني في حاجات تحت الفصل مثلا اقسام، مثلا القسم الاول. طيب هو ما راحش معاهم فوق، خلينا ندوس كده، شايف العلامة دي، اقول له هوم، تمام. طيب وبعد كده بقى الفصل التاني، شايف في بيج بريك، البيج بريك ديت هقول له ايه؟ طيب دي العلامة دي بتوضح لي بس ايه فين الأجزاء، أو فين هنا مثلا في صفحة جديدة أو سطر جديد أو كده. طيب أجي بعد كده أقول له القسم التاني، تمام. طيب ممكن أعدل بقى على دول وأقول له خلي لي ده هيدنج 2، لو أنت عملت سيلكت على كل حاجة يبقى ده الفصل الأول وده القسم الأول وده القسم التاني. خلي ده يبقى موجود في الصفحة لوحده، وتعال بقى هنا وقول له أبديت، تمام. الفصل الأول تحتيه القسم الأول وتحتيه القسم التاني، وخلي بالك دول واضح إن دول جزء من الفصل الأول، تمام. ممكن في أي لحظة برضو هنشوف إزاي نوفر الخطوة بتاعت اليمين والشمال والحاجات دي كلها. طيب لو انا في مره من المرات كلمه الفصل الاول دي عايز اعدل فيها، تعال اعدل فيها مره واحده، خليها مثلا باللون الاخضر وخليها سميكه وتحتها خط، وتعال هنا على هيدر 1 وقول له ابديت، تمام. ده اللي هو الفصل الاول. هتروح بقى للفصل الثاني هتلاقيه اتعمل له ابديت، الفصل الثالث هتلاقيه اتعمل له ابديت. طيب لو قلت له هنا ابديت مفيش حاجه تحصل، ليه؟ هو عارف ان ممكن تكون انت واخد فونت غريب شويه، فده ممكن يعمل مشاكل. طيب لو انا عايز اعدل الشكل ده، يعني هنا ما بياخدش نفس التكست اللي في الصفحه، تقعد تعدل في الصفحه وما بيحصلش تعديل ده هنا. طب ازاي اعدل؟ هروح هنا على ريفرنس واروح على تيبل اوف كونتنت، دي طبعا اشكال ممكن تختارها، ممكن تحمل من المايكروسوفت حاجه جديده، خلينا نقول له كاستم. فهنا بيقول لي بقى شكل التيبل، مجرد تقول له كلاسيك هتلاقي كل حاجه اتغيرت في الجدول، ماشي؟ بالشكل دوت. طيب خلينا ندوس تراجع، اقول له هنا كاستم. هنا عندك كذا شكل بتختار منهم، وهنا شو ليفل، ممكن اقول له ليفل 2. اوكي ليفل 2 يعني ايه؟ هيجيب الفصل والقسم الاول والتاني، ومش هيجيب التالت اللي هو هيدنج 3. طيب تعالى عشان نشوفها، هاجي هنا كاستم واقول له خليها ليفل 1،
بقى انا عندي دول بس. طيب هعمل تراجع، اجي انا اقول له كاستم، يبقى احنا كده عرفنا ان دي الشكل بتاعها وفي اشكال كتيره. وهنا الليفل، هنا الاوبشن تقدر تختار الافيلبل ستايل اللي انت عايزه، عايز مثلا هيد 1 وهيد 2 وهيد 3 ولا عايز فوتر، تقدر تختار ايه اللي انت عايزه اللي هي اكبر حاجه. طيب خلينا نختار مثلا فروم تمبليت واقول له بديفاي. هنا بقى بيقول لي ليه اول واحده اللي هي هيدنج 1 هتاخد انهي تكست، فتقول له موديفاي وخلينا نختارها مثلا اريل مثلا، فشكله اتغير. تقول له طب انا عايز تبقى مايله وعايز تحتها خط، تمام، وهكذا. كل واحده 1 2 3 تقدر تختار الستايل بتاعتها. اوكي، لاحظ ان هنا بقى عنده خط وهنا خط واللي في النص مش موجودين. طيب نيجي هنا نقول له خليها بالشكل دوت. فزي ما شايف تقدر تتحكم في التيبل اللي هو بتاع تيبل في كونتنت زي ما انت عايز براحتك خالص، تقدر تعمل كاستم زي ما انت عايز.